ورحب مباشرة بالصحفي الرياضي عثمان الأصبعط. عثمان صباح الخير. صباح الخير على المشاهدين الشروق. مرحبا بك، ونبتدر الحديث عن مباراة الهلال والنجم الساحلي القادمة عبر ربع نهائي الكونفدرالية، ويمكن خلاص اتحسم موضوعها هنا، هتكون في القاهرة إن شاء الله في 23. نعم، المباراة يوم 23، الهلال غادر القاهرة مبكرا وبدأ استعداداته بملعب حرس الحدود، مواصل تمارينه اليومية. الجهاز الفني حرص انه يهيئ اللاعبين نفسيا وبدنيا للمباراة، ويمكن امس الكوكي تابع مباراة النجم الساحلي الهلال السعودي ووقف على كل صغيرة وكبيرة حتى انه يستطيع انه يضع الخطة المناسبة والاستراتيجية المناسبة للمباراة القادمة. الهلال اليوم يمكن رئيس النادي حيلتحق بالبعثة حتى يكون حضور في المباراة ويقف مع اللاعبين. الجهاز الفني يمكن رتب كل الحاج المطلوب، والهلال الأمن المصري طالب بحضور 500 مشجع فقط. الهلال يمكن خاطب الكاف طالب بحضور 10,000، اعتبرنا مباراته 500 مشجع يمكن عدد قليل جدا، يعني يمكن أقل من نصف مدرج أو مدرج وحيد. الهلال كان يحتاج لمؤازرة جماهيرية كبيرة على اعتبار أنه ينشد الفوز والتأهل للمرحلة القادمة، ولكن في انتظار رد الكاف على حضور 10,000 متفرج. الهلال قد يلعب بدون ضغوط المباراة باعتبار أنه ما في حضور جماهيري كبير في الخرطوم. إذا الجهاز الفني عمل على الجانب النفسي في قبل المباراة يمكن الهلال حقق نتيجة إيجابية على اعتبار أنه هو بعيد عن الضغط النفسي. النجم الساحلي يمكن منهك جدا، مارس المباراة شاق على مستوى الدوري والكونفدرالية، ولكن الناحية المعنوية الفريق حقق الفوز على الهلال السعودي في مباراة أنا لم أتوقع الكثيرين، كل كان مرشح الهلال السعودي يتوج بلقب البطولة الزايد، ولكن النجم الساحلي غلب الطاولة وحقق الفوز وحصل على مبلغ دولاري كبير جدا، وهو من ناحية معنوية لاعبينه في أمس المدرب الأمير يمكن طالب بنسيان مباراة الهلال السعودي وطالب بتركيز على مباراة الهلال السعودي حتى يصل الفريق لنصف النهائي في الكونفدرالية. الفريق حيصل اليوم القاهرة بطائرة خاصة، وهناك يعني يمكن فارق بتاع 3 أيام يمكن راحة جيدة للفريق قبل مواجهة الهلال. يمكن الهلال مطلوب انه يلعب برقة آلية عالية حتى انه يستطيع يتأهل، يعني فارق هدفين ليس يعني بالفرق الكبير، ولكن المباراة صعبة على الهلال على اعتبار انه النجم الساحلي زي ما قلنا من ناحية معنوية فايز ببطولة الزايد ويسعى للوصول إلى نصف النهائي. نعم، يعني واضح انه نحن زي اخطانا قراءه النجم الساحلي، يعني واضح انه فريق عنده استراتيجيه وهو ما بالسهوله اللي كنا متوقعين لها، يعني فكيف يعني كيف المفروض على الهلال انه يغير استراتيجيته وتكتيكه في لعب هذه المباراه مع النجم الساحلي؟ صحيح، النجم الساحلي يمكن الناس ما ادوا حجمه الطبيعي. النجم الساحلي مباراة المريخ الاولى الكل توقع انه فاز بهدف وحيد انه المريخ يحقق الفوز بسهوله جدا في مباراه الخرطوم، ولكن النجم فاجأ الجميع. النجم يلعب بتكتيك لديه مدرب شاطر جدا ومميز ويعرف كيف يدير المباريات، يملك لاعبين مميزين جدا في كل الخطوط، وبالتالي يعني الفريق من ناحيه تكتيكيه لو لاحظنا كل مباريات مع المريخ الذهاب والاياب، مباراه الهلال الاولى مباراه الهلال السعودي من ناحيه تكتيكيه يجيد اللاعبين بامتياز، يعني وينفذوا كل خطط المدرب. مباراه الهلال السعودي الهلال يمتلك يعني كان لاعبين مميزين جدا في كل خطوط خاصه خط الهجوم، يعني الكل كان مراهن على فوز الهلال بنتيجه كبيره، ولكن الأمير فاجأ الجميع ووضع خطه، يعني واضح انه درس الهلال السعودي جيدا، وضع خطه محكمه واللاعبين نفذوها بحذافيره حتى تمكن انه يسجل هدفين. فالنجم فريق من الفريق اللي تعتمد على المدارس التكتيكيه، يعني يعني صحيح في مدربين كتار يعني مميزين، ولكن يحتاجوا للاعب اللي بينفذ الخطه والاستراتيجيه المناسبه، وبالتالي اللاعبين النجم يملكوا الخبره وهو ما ساعدهم في تحقيق الانتصارات المتواصله. فالنجم فريق ما سهل، يعني الهلال كان متوقع، الهلال بنى حساباته على مباراه المريخ انه المريخ هنا لم يستطيع وصل لمرمى النجم كثيرا، والنجم بخط الدفاع فيه مهنات كثيره، فتوقع الجميع انه الهلال يحقق نتيجه كبيره. والنجم فاجأ الهلال بتكتيك مختلف ومختلف عن مباراه المريخ، لانه كل بطوله عندها حساباتها بالنسبه للمدرب واللاعبين، فسجل 3 أهداف، بالتالي الهلال تفاجأ بالنتيجه. عليه ان يدرس الكوكي المباراه، هو طبعا من تونس ويعرف النجم جيدا، يعني مباراه الذهاب على مباراه الهلال السعودي يمكن يكون بنى حساباته على المباراه ووضع استراتيجيه مختلفه في مباراه الاياب حتى انه يتمكن يحقق نتيجه ايجابيه. صحيح، وفي حديثنا عن مباراه كاس زايد لابد انه يتحدث عن محمد عبد الرحمن وفوزه ايضا بهداف كاس زايد. نعم، هو فوز يمكن شخصي، ولكن كونه أن لاعب سوداني توج بهداف بطولة كبيرة في بطولة الزايد هو إنجاز، اعتبرنا محمد عبد الرحمن يعني استحق لأنه ما قصر
يعني منذ بداية البطولة كان لديه عزيمة وإصرار وقدم مستويات مميزة وسجل أهداف بديعة في شباك أندية كبيرة جدا، استحق هذا الفوز، وهو من ناحية معناه نتمنى أنه يكون عكس إيجابا في البطولات القادمة على الأندية واللاعبين. أيضا فاز بجائزة يعني كبيرة وقيمة يمكن مبلغ 30 دولار، هو مبلغ كبير جدا حتى الأندية لم تحصل عليه يعني. فبالتالي ده دعم معنى نحو عبد الرحمن البصيب إصابة مؤثرة على مستوى الرباط الصليبي، يمكن كان محتاج لحاجة معنوية حتى إنه يستعيد يتعالج ويعود للملاعب بأسرع وقت ممكن. نتحدث عن المريخ واستعدادات. صحيح، يمكن هو كمان حديث عن محمد عبد الرحمن نفسه وضيائه وضياء الدين هيكونوا بالتأكيد في قطر في الأيام القادمة مواصلة لرحلة الاستشفاء. نعم، يمكن محمد عبد الرحمن ذهب إلى القاهرة وأجرى بعض الفحوصات الطبية أكدت إصابته بالرباط الصليبي، وهي إصابة مؤثرة وتحتاج لوقت طويل جدا للعلاج والتأهيل، عاد إلى الخرطوم ومن ثم حضر المباراة النهائية بطولة الزايد. أيضا ضياء الدين كان في تونس وبدأ رحلة العلاج، وحسنا فعل المجلس أنه يفيدهم لغطر حتى يكملوا علاجهم، لأنه العلاج محتاج لوقت ومحتاج لأطباء وصالات واهتمام كبير. فبالتالي خطوة إيجابية من مجلس المريخ أنه يفيد ضياء ومحمد عبد الرحمن لقطر أنه حتى يكملوا العلاج ويعودوا أكثر قوة في الموسم القادم، باعتبار أنه يمكن الإصابات أنهت موسم مع المريخ، ما تبقى من الدوري والكاس لن يشاركوا، بالتالي استسلم العلاج وقت طويل حتى أنه يعودوا أكثر قوة في الموسم. صحيح، بما انه نتكلم عن المريخ خلينا نواصل في السؤال اللي ابتدره احمد، عنده مشكله في الصوت شويه لانه عنده التهاب سلامه، ونحن يعني نتكلم عن المريخ فوزه الودي على الجوز كمان. نعم، المريخ يمكن لانه فتره طويله جدا ما لعب مباراه تنافسيه على اعتبار انه تجيلات مستمره للدوري الممتاز لمشاركه الاتحاد الافريقي والمشاركه المريخ ايضا في الدول العربيه. المريخ يمكن قدم تجربه جيده للجوز، يعني حقق فوائد فنيه وبدنيه من تجربه الجوز، قدم له تجربه قويه جدا. المباراه بفوز المريخ بثلاث اهداف مقابل هدفين، كانت مباراه قويه يعني. المريخ الجهاز الفني للمريخ اشرك عدد كبير جدا من العناصر حتى انه يقف على جاهزيتهم في المباريات القادمه. المريخ حيبتدر مشواره في النخبه لمواجهه الحي الوادي النيل يوم الخميس القادم، فالتجربه تندرج في اطار اعداده للمباريات المقبله. صحيح، انا اتكلم كمان المريخ وغيره من الانديه ودول يعني الدوري الممتاز واستعداداتهم لدور النخبه. نعم، الأندية يمكن واصلت إعداد رغم التأجيلات المستمرة شكت منها كثيرا على اعتبار أنه يعني خسرت مبالغ مالية كبيرة جدا في الإعداد، والدوري تأجل كثير جدا يعني، رغم أنه الاتحاد العام في بداية الموسم رفع شعار دوري بلا تأجيلات، ولكن مع كل الأسف واصل في نفس النهج القديم اللي كان فيه واحد معتصم جعفر الاتحاد السابق وأجل مباريات كثيرة جدا. ده ساهم في 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 وضع الأندية في خسائر مالية كبيرة على اعتبار أنه واصلت إعدادها بدون انقطاع، وايضا اللاعبين تعرضوا للارهاق والاصابات على اعتبار انه الاعداد الفريق لعب مباريات وديه قويه جدا ويتفاجئ بتاجيل المباريات يعود للتمارين مجددا. في كثير من الانديه لاعبين تعرضوا لاصابات وخسروا خسائر ماليه، ولكن في النهايه ليس هناك خيار امام الانديه سوى مواصله الاعداد. اخيرا يعني في النهايه الدوري حيبدا، يمكن الدوري التحدي حيبدا يوم الثلاث والنخبه يوم الخميس، فالفتره القليله دي الانديه مواصله فيها اعدادها حتى انه تقدر تحقق نتائج ايجابيه في المنافسه على مستوى النخبه والتحدي في الفتره القادمه. صح، ويمكن هي كانت تحديات مختلفه يعني، مشكلتنا كانت في انه الوصول الكونفدراليه الغير متوقع، نظام المجموعتين وتحديات المختلفه، جانب لهسه كمان حيكون في رمضان وغيره، ويمكن ده كمان بيدخلنا في جانب اخر اختيار الامم افريقيا. والحديث عن الكاف الان يحدد يمكن زاد المهله بالنسبه للاتحاد السوداني باعتبار انه يكون في تحديد للانديه المشاركه. صحيح، هو كان في ازمه بتاعت انهاء الموسم، الكاف حدد نهايه مايو 31 مايو لنهايه الموسم وتسميه الانديه الممثله للسودان في بطولتي الكونفدراليه والابطال. الاتحاد اربكته تاجيل مباراه الهلال والنجم الساحلي اللي تاجلت من الاحد كان 17، اربك البرنامج على اعتبار انه الهلال حيلعب مباراتين مع الشرطة القضارف وهلال كادوغلي لتسمية الأندية لتكملة أندية النخبة اللي هي تأهلت منها 6 أندية. فالتأجيلات دي يعني تبقى أقل من 45 يوم على نهاية البطولة كانت ليست كافية، الاتحاد خاطب الكاف، وقبل رد الكاف الاتحاد اجتمع مع الأندية وأنهى أزمة الموسم باعتبار أنه أتمت أبطال الموسم 2018 للتمثيل الهلال والمريخ في الأبطال وأهل شندي وهلال البيض في الكونفدرالية. الأندية وافقت واشترطت أنه يخاطبوا الكاف لتمديد الموسم و
تمثيل على مستوى سيكافا والبطوله العربيه بابطال 2019. صحيح الكاف امهر الاتحاد السوداني شهر كامل، ولكن يبدو انه الامور ماشيه في اتجاه انه حسب الاتفاق الاول انه التمثيل بابطال الموسم السابق، اعتبر انه شهر لن يكون كافيا. غير كافي. طيب يعني الممتاز النخبه والسنة دي بيجي اسمه التحدي بدل دوري العاشرة، يعني ما حيبدو إن شاء الله في الأسبوع ده. تتوقع يا تدوري فيه حيكون متابع بشكل كبير؟ يعني النسخة السابقة دوري العاشرة كانت تقارب كبير جدا بين الأندية، عشان كده كانت المباريات حماسية ومتابعتها كان أكبر من متابعة مباريات دوري النخبة. هذا الموسم دوري التحدي هيكون هو اللي حيستحوذ على الاهتمام الاكبر، لاعتبار انه النخبه التنافس فيه على التمثيل الافريقي، وبالتالي الاتحاد العام حسم ازمه التمثيل الافريقي مبكرا باعتبار انه سمى ابطال الموسم السابق، فبالتالي تكون الدوافع اقل في اللعب مباريات اثاره وبطولات. اصلا الموضوع محسوم. صحيح هي بقيه الهنايه تراتبيه في لكن دوري التحدي حيكون قوي جدا على اعتبار انه الانديه تسعى للبقاء في الدرجه الممتازه واخرى لا تغادر المنافسه. غير كده انه في انديه كبيره جدا وكانت مرشحه ويمكن بفارق نقاط محدده من التاهل للنخبه مثل المورده والامل العبرة، انديه قويه جدا وتملك لاعبين مميزين، فبالتالي المنافسه حتكون قويه جدا في دوري التحدي اقوى من دوري النخبه على اعتبار انه كل الانديه الكبيره تسعى للبقاء في الدرجه الممتازه، فبالتالي اتوقع انه دوري التحدي حيكون قوي جدا ويستحوذ على اهتمام كبير. نعم، ننتقل للعالمية ونبدأ بمانشستر سيتي وتوتنهام، برضو نتكلم عن هذا اللقاء في الدوري الإنجليزي. نعم، الدوري الإنجليزي يمكن مانشستر سيتي وتوتنهام اللقاء الثالث خلال 12 يوم، يعني مباريات مثيرة وقوية جدا. توتنهام تفوق في المباراة الأولى بهدف والسيتي فاز بأربع أهداف مقابل ثلاثة، ولكن في النهاية توتنهام طاح مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا وحرمه من التتويج برباعية تاريخية كان يحلم بها المدرب غوارديولا، لاعتبار أنه حقق كأس الرابطة ووصل لنهاية كأس إنجلترا وينافس على الدوري الإنجليزي، ولكن في النهاية خرج من البطولة. أيضا مباراة تكون قوية جدا على اعتبار أن السيتي يسعى للفوز بالدوري بمنافسته مع ليفربول، كان فارق نقطتين مع مباراة مؤجلة للسيتي مع مانشستر يونايتد. أيضا توتنهام المباراة بالنسبة له تمثل تحدي على اعتبار أنه هو في المركز الثالث برصيد 67 نقطة، يمكن يجد منافسة قوية جدا من أرسنال وشيلسي ب 66 نقطة، يمكن الفرق نقطة واحدة بيناتهم، فبالتالي هو يسعى للحفاظ على المركز الثالث حتى أنه ينافس العام القادم في بطولة أبطال أوروبا، وبالتالي المباراة تكون قوية، الفريقين توتنهام يسعى للمركز الثالث ومانشستر سيتي ينافس ليفربول على الصدارة. أيضا ليفربول حيلعب مباراة غدا مع كارديف سيتي ومانشستر يونايتد مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي. الليغا الإسبانية وأهم المباريات. نعم، في حاجة بس نسيت أنشير لها، إنه توتنهام ومانشستر سيتي أتواجهوا 67 مرة، يمكن أول مرة يتلاقوا في على مستوى البطولة الأوروبية، خلال 67 مباراة يمكن توتنهام كانت الغلبة له تفوق في 32 مباراة والسيتي فاز في 30 مباراة وتعادلوا في 14 مباراة، فتوتنهام متفوق على مانشستر يونايتد في المباريات التاريخية على مستوى الدوري ومستوى البطولة الأوروبية. الدوري الأسباني نعم، برشلونة اليوم ينادر ريال سوسيداد في سعيه للتتويج باللقب، يمكن الفرق بينه وبين أتلتيكو مدريد 9 نقاط، المباراة تكون صعبة على اعتبار أنه برشلونة تبقت 6 يمكن جولات على نهاية البطولة، فبالتالي يسعى للفوز على ريال سوسيداد حتى أنه يعزز حظوظه في الفوز، يواجه منافسة من أتلتيكو مدريد اللي هو الفرق 9 نقاط. أتلتيكو مدريد حيواجه اليوم إيبار أيضا في مباراة صعبة، لانه الفرق بينه وبين ريال مدريد 4 نقاط، تقلص لنتائج الريال المتميزه اخيرا، الريال حيواجه فيا ريال غدا ايضا، فبالتالي برشلونه يسعى للفوز حتى يبتعد بفارق النقاط ويكسب المباريات الخمسه الاخيره، يكسب منها 3 أو 4 مباريات حتى انه يحقق الفوز بالدوري. نعم، ننتقل كمان ايضا للدوري الايطالي. نعم، اليوفي اليوم يسعى للفوز حتى انه يعوض خروجه الافريقي الاوروبي عفوا، يوفنتوس خرج على يد اياكس امستردام الهولندي، فالمباراه بالنسبه له مهمه، مباراه يكفيه التعادل للتتويج بلقبه الثامن على التوالي وال35 في تاريخه. اليوم اذا تعادل مع فيورنتينيا
هيحقق البطوله قبل 5 مراحل او 4 مراحل من نهايه الدوري، وده انجاز تاريخي لليوفي اللي واصل مهمته في انه احرز 7 ألقاب المواسم 7 الاخيره، وهو اللقب الثامن اليوم. اذا تعادل حيفوز، ايضا في هناك مباريات صعبه جدا في يمكن البطاقتين على ابطال اوروبا الموسم المقبل في الدوري الايطالي، حسم بين يوفنتوس ونابولي الثاني بنسبه كبيره. هناك 4 أو 5 أندية تتنافس على البطاقتين المتأهلات لابطال اوروبا اللي هم انتر ميلان 60 نقطة وميلان 55 نقطة وسامبادوريا 53 نقطة وروما 54 نقطة. اليوم حيلعب ميلان في مواجهة بارما في مباراة صعبة جدا، ومباراة قوية حتكون بين انتر ميلان وروما، في حتى انه الفرق كلها تقطف البطاقات المؤهلة لابطال اوروبا، يمكن 5 أندية تتنافس على بطاقتين فقط. سبحان الله سبحان الله. الصحفي الرياضي والمحلل الرياضي، شكرا لحضورك، كثر خيرك. شكرا لمشاهدي الفيديو، شكرا جزيلا. مع الملف الرياضي دائما نختتم صباح الشروق.